صدمة جديدة من وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب. طبعا بعد ما انتهينا من صدمات الدكتور طارق شوقي، فاجئنا الدكتور رضا حجازي بصدمة جديدة للطلاب. ايه هي الصدمة الجديدة دي اللي هنتابعها مع بعض دلوقتي ان شاء الله؟ طبعا كلنا عارفين ان خلاص الامتحانات على الابواب، سواء امتحانات شهر اكتوبر او كمان بعدين امتحانات شهر نوفمبر وامتحانات نص السنة، وعندنا كمان امتحانات آخر السنة. لكن كانت المفاجأة الغريبة والعجيبة بالنسبة لجميع الطلاب، وطبعا هيتم تنفيذ الموضوع ده من رابعة ابتدائي، يعني هيتم تنفيذ الموضوع ده رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي وستة ابتدائي، كمان أولى وتانية إعدادي وأولى وتانية ثانوي. هيتم تنفيذ على كل الطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية وفي جميع المحافظات. وطبعا الكلام ده تم إرسال فاكس به لجميع المديريات التعليمية، يعني جميع الإدارات التعليمية وصل بها الفاكس ده. طيب الفاكس ده بيقول إيه؟ بيقول إن هيبقى فيه مادة جديدة اسمها مادة الأبحاث. هيشتركوا من 3 لـ4 لـ5 تلاميذ مع بعض أو طلاب، وهيعملوا بحث، والبحث ده هيبقى فيه نسبة نجاح. يعني ايه؟ لازم تعدي البحث ده عشان تنجح، يعني هتسلموا البحث مع بعض ده عشان تنجح. طبعا كانت صدمة كبيرة سواء للطلاب او اولياء الامور، خاصة ان في ضغط على الطلاب واولياء الامور في كل المواد، فقالوا ما كانش يجب ان يتم ان يكون فيه مادة تاني، وما يبقاش في ضغط على اولياء الامور، خاصة ان ممكن يستغل من خلال اصحاب السناتر او اصحاب الابحاث او اصحاب الكمبيوتر ان هم يعملوا الابحاث دي زي ما حصلت ساعة فترة كورونا. أتمنى أنت تقول لي رأيك في فكرة الأبحاث دي، اكتبها لي تحت في الكومنتس، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع معايا كل الأخبار. شكرا حضراتكم.